أشار أحد الأبحاث اللي صدرت مؤخراً أن نصف جيل زد تقريباً بداية من مواليد عام 2000 اعترفوا أنهم بيعيشوا حياة مزدوجة، بمعنى أن لديهم حياة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب حياتهم الطبيعية اللي بيعيشوها، وده ممكن يتسبب في تناقض كبير يسيب تأثيره على شخصياتهم. أكد على نفس الشيء تقرير لديلي ميل البريطانية رصد أن 46% من الشباب ما بين سن 16 و24 عام بيحسوا بفرق كبير بين شخصيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصياتهم في الواقع. وفي دراسة لجامعة ستانفورد عام 2023 اتضح أن 80% من جيل زد من أنصار التعلم عن بعد أو استخدام الأدوات التكنولوجية في الدراسة، رغم أن 60% منهم اعترفوا أن التركيز بيكون أقل لما بيتلقوا دروسهم عن بعد. نرجع لحضراتكم تاني ونكمل نقاشنا الرائع بصراحة. هنروح لحضرتك ونتكلم على الإيبيجينيسيس، عرفينا أكتر بالإيبيجينيسيس. الإيبيجينيتكس هو علم بيختص بدراسة التغييرات اللي بتصير بالجينات، ولكن ليس على الشفرة الجينية أو الدي إن إيه نفسها، ولكن هي تغييرات بتصير على تغييرات كيميائية بسيطة على الـ DNA وليس على الترتيب طبعا. خلينا عشان نقربها للناس، يعني ممكن التغييرات دي تأخر ظهور مرض أو تظهر مرض، ممكن أو تبقى إيجابية أو تبقى سلبية. ممكن تبقى سلبية وإيجابية في جميل. يعني بكل الاتجاهات، مثل كأنه الـ DNA عندك أنت كتاب، والإبيجيناتكس هي اللي عم بتقول لك أي جزء من هذا الكتاب أنت تقرأ، أي جزء أنت تركز عليه، وأي جزء صفحات مثلاً تلغيها ولا كأنها موجودة، مع أنها هي الكتاب موجود والكلمات ما تغيرت تهجئتها، هي موجودة زي ما هي، ولكن أنت صار تركيزك على شيء معين. ففي هاي الحالة شو اللي بيخلي التركيز يصير على صفحة معينة أو على جين معين؟ البيئة المحيطة. فبالتالي بطلت فكرة إنه إحنا جيناتنا بلوكس، إحنا ورثناها من أهلنا، ما في بإيدنا إشي نعمله خلاص. لا، الموضوع أبداً مش هيك. الموضوع فعلياً إنه أنت تصرفاتك، الممارسات اللي بتمارسها بشكل يومي عم بتأثر على الجينات، وعم بتأثر على إيش هي الجينات اللي فعلاً أكتف أو نشطة في الجسم، وبالتالي بتساعد يا إما على إنك أنت تصير نسخة أفضل من نفسك ومن أهلك، أو أنك أنت تصير معرض للأمراض والأفات المختلفة. جميل. كان بيجمعنا زمان لو تفتكر إحنا وأهلنا أن إحنا بنأكل الصبح، بنفطر في نفس الميعاد، وبنتغدى في نفس الميعاد، بنتعشى في نفس الميعاد، وما فيش حاجة تشغلنا، مسلسلات بسيطة في التلفزيون، شوية كرتون بساط بنتفرج عليهم، إنما دلوقتي لا. فهل ده أثر على العزلة الاجتماعية داخل المنزل فخلى التفاهم صعب؟ نحن من أكثر الأشياء اللي موجودة عندهم لجيل زد اللي الدراسات عم تأكده هو موضوع القلق، موضوع الخوف، موضوع العزلة. وإذا منشوف شو اللي عم يصير، هو نفس الأسباب اللي حضرتك عم تطرحها، وأيضا هو البحث عن الذات. يعني هن جيل لقى موديل، لقى نموذج، بعد ما كنا نحن النماذج بالنسبة لنا مين؟ المدرس. هلأ انتبهت لحضرتك لما سألت قبل البرنامج، لما كنت عم تسلم سألتهم مين بده يكون مدرس، ما حدا رفع ايده. فمين الموديل تبعهم؟ مين النموذج تبعهم؟ هذا سؤال كتير مهم. النموذج والموديل اليوم اللي عم يمثل عالم مجتمع زد هي صور غير واقعية.